منال اتصل بامك يا عيون امك انزلي. سيبوني سيبوني، انتوا عايزين مني ايه؟ عايزين مني ايه؟ مجرمين يا سفر انتوا. بلاش كده، مش عايزين طولة نساء. الحقوني يا ناس الحقوني. يا بنت الايه ده، انت زي القمر ولابسه شويه ذهب يسووا تقولونا فلوس. يا رياض يا حسام يا رياض. ايوه يا امي، تعالوا ندور على اختك. منال مالها يا امي؟ مش عارفه مالها، يلا بسرعه وهاتوا موبايلاتكم معاكوا عشان كل واحد مننا يدور في حته. غير بسرعه، انا لابس وجاي معاكي. يلا نحطها في العربيه ونمشي، وبعدين نبقى ناخد الحاجات دي. لا ناخدها دلوقتي يا ابني. الاول هناخدها فين بالظبط؟ اه صحيح، اسمع بقى، اخويا مسافر هو ومراته وشقته فاضيه، احنا ناخدها ونطلع على شقته. فله فله قوي. يا ولاد، هي قالت ان هي قريبه من هنا. يا امي لازم نبلغ البوليس، برضو مقفول. انا رايي من راي رياض، احنا لازم نبلغ البوليس. لو ما عطلناش فيها كمان 5 دقايق كل واحد يبلغ بطريقته. يلا ابدا يا واد حميد، يا تاني يا يا مريم. ايه ده؟ ايه اللي عمل فيكي كده؟ اجري بسرعه حطها العربيه دي. في حاجه اتسرقت منك؟ حبيبتي بنتي نور عيني. خير يا حضرة الظابط، ايه اللي حصل؟ حضرتك مين؟ انا اخوها الكبير. محاولة اختطاف. يا لهوي اختطاف؟ واتمسك مع حضرة الظابط؟ ايوه، وتحت في الحجز. دللتهم سودة، ان ما شردتهم هم واهليهم، ما بس ثريا بالفضل. خلاص يا امي خلاص، هياخدوا جزاهم. جزاهم يعني ايه؟ عزاهم يا حضرة الظابط طلعهم لي عشان اكلهم بسناني. واحنا تبقى فايدتنا ايه؟ ما تخافيش، هم هياخدوا اللي يستحقوه. وانا فيش غليلي منهم ازاي؟ خلاص بقى يا ماما، احنا نسيب القانون هو اللي هياخد لنا حقنا. على مهلك يا ضنايا، على مهلك. سلامتك يا حبيبتي، ان شاء الله عدويني. حل الاوضه يا خير. مفتوحه يا ضنايا. هو ادي اخره التاخير لنص الليل، طبيعي طبعا ان يحصل ده. بس يا حسام مش وقته. مش وقته ليه؟ ما هو لازم يتني ويتفرد في اليوم المنيل ده. مش قصده، ده قلبه عليها بس. اه يا امي، يعني بيقول الكلام ده من خضته يعني. يلا يا بنتي على مهلك. ريح ضهرك يا نورين. الف سلام عليك يا حبيبتي. ما مسكوهمش ولاد الحرام دول؟ الحمد لله، الدوريه لحقتهم وتحطوا في الحجز. منهم لله البوعه ده. تصبحوا على خير. وانت من اهل الحميد؟ طيب عايزين مني حاجه؟ لا يا حبيبي، روح نام. وانت يا فاطمه حضري لي الحمام قبل ما اغير لمنال هدوم. حاضر. هي ماما انا مش عايزه اغير، انا عايزه انام بس. حاضر. يلا تصبح على خير. اه يا نار، لو كنت طلتهم لا كنت قطعتهم واحد ورا الثاني. اطلع يا فاطمه. اه لا قادره احط رجليا في الارض ولا شايفه بعيني. سلامتك من كلمه اه. طب ما كنا قلنا للاستاذ يوسف. يا بسبتي انت جننتي في حالك يا وليه، اوعي تقولي له. ده كان فرح فيا فرحه لعمه لما يفتح ويقول ان انا ما اعرفش اربي ولادي. ربنا يا اختي يصلح لك الحال ويحفظ لك ولادك. قادر يا كريم. امين يا رب العالمين. وتصبحي يا منال يا بنتي كويسه وناسي اللي جرالك. حكمتني نجمها خفيف زي بالنظره. ربنا يا حبيبتي يحفظكم ويكفيكم شر العين. عشان افضل موال سرياض مع بنت رمزيه جلابيه. مغمضة بس. عاملة ايه يا حبيبتي؟ كويسة؟ الحمد لله يا ابي. الحمد لله. عايزة مني حاجة يا حبيبتي؟ النبي يا ابي تخليك جنبي لغاية لما انام. يا سلام، تحت امرك. انا حاسة اني خايفة ابي. ما تخافيش يا حبيبتي، انا جنبك لغاية لما تنام. صباح الخير يا ماما. يا صباح الفل يا روح قلبي، ان شاء الله اكوني صباحتي كويسه. الحمد لله يا ماما، ولا كان حاجه حصلت. بس انا بقى مش عايزه حد تاني يتكلم في الموضوع ده، انا عايزه انساه خالص. واحنا كلنا عايزين ننساه، ده كان يوم اسود مش كده؟ طيب انا مضطره امشي بقى يا ماما عشان عندي محاضره بدري. بقول لك يا حبيبتي على ما انك كنت هتسوقي. حاضر يا ماما. وتيجي بدري. حاضر يا ماما. والدار الذهب ده عشان ما حدش يطمع فيكي. حاضر يا ماما. سامعاني؟ حاضر حبيبه ماما. يلا. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. مش
تيجي بقى تقعدي كده وتاكلي لك لقمه؟ لا هاتي لي فنجان قهوه حصليني على قطه جوف. تشربي قهوه على ريق؟ معدتك توجعي. ماليش نفس. هجيب لك بقسماطتين وبس. زي بعض. رياض. افندم يا ام. لا يا حبيبي اقعد كمل فطارك، بس خلص الفطار وحصلنا على اوضه الضيوف. حاضر. هو في ايه؟ مجلس القياده الملكيه عايزك ليه؟ مش عارف يا معلم، ربنا يستر. طيب. ايه؟ مش هتكمل فطارك ولا ايه؟ لا يا دوب علشان ما اتاخرش، ولما اجي بقى بعرف عملت ايه مع مجلس القياده. طب خد بالك من نفسك وانت سايق، وما تزوغش من المحاضرات، نفسي يا اخي مره تطلع الاول. امسك يا حسين، خلي دول معاك. لا معايا معايا والله. يا اخي امسك بس. بس لو ما كنتش تحلف يا رياض. ميرسي يا حبيبي. يلا سلام. سلام يا حبيبي. يا رياض. افندم يا امي. نعم يا امي. تعالى يا رياض اقعد يا حبيبي. فكرت في الكلام اللي قلناه؟ كلام ايه يا امي؟ اللي عمال بنزيد ونعيد فيه بقالنا 50 مرة. كلام ايه بس يا امي؟ بجد مش فاهم. انت هتلام عليا ولا؟ بكلمك على نبيله. نبيله؟ بص يا امي بلاش نتكلم في الموضوع ده، لان كل ما بنتكلم فيه حضرتك بتتخانقي معايا، واحنا ساعه صبحيه فبلاش احسن. اسمع يا رياض، انا منديلك يا حبيبي عشان اسالك اهو. انا مش راضي عن الجوازه دي من اولها لاخرها، وبتمنى لك جوازه احسن من دي 100 مره. لكن اولا واخيرا ما يهمنيش الا رضاك. أنا عاوزاك تكون مبسوط عشان خاطري، فكر في الموضوع ده ورد عليا. رايح قلب أمك بقى يا رياض. مش محتاجة تفكير يا أمي. نبيلة هي الإنسانة الوحيدة اللي حبيتها في حياتي، ومش ممكن أتخيل حتى إن أنا متجوز واحدة تانية غيرها. الله، يعني مصر بقى عليها؟ بعد إذنك يا أمي. ربنا يخليك ليا يا أمي. ربنا صحيح قلب الأم بيحس. قالوا إيه؟ أنا كنت هاخد بابا علشان نخطبها. بابا؟ لا طبعًا، أنتِ الخير والبركة. انت اللي هتخطبيها لي، ربنا يخليكي لينا وما نتحرمش منك ابدا. انا هجري بقى علشان افرحها يعني ان انت وافقتي. متشكر يا ماما، متشكر، متشكر يا ماما. الله يخرب بيت شرطك يا يوسف. خير في ايه؟ سرياد طالع جري وفرحان، حصل ايه؟ حصل ان يوسف غرقني. رياض خلص الصالون وداه المعرض؟ لا يا ست الكل، انا لما لقيته اتاخر وديته ولسه يا دوب راجع. الله، يعني لا جه الورش ولا راح المعرض؟ اكيد في حاجه عطلته وزمانه جاي. طب اجري استعجل لي القهوه واعملها دوب. من عينيا يا ست الكل. الاستاذ رياض وصل اهو يا ست الكل. الحمد لله على السلامه يا امي. انت كنت فين؟ معلش يا امي ان انا اتاخرت، اصل يعني بقول لك كنت فين. فضلوا غور وشوفوا مصالحكم، كنت وافقت تتفرجوا علينا. اقعد. تحت امرك يا امي. انت كنت عند رمزيه مش كده؟ ايوه يا امي، كنت ببلغهم ان حضرتك وافقتي وان احنا ان شاء الله هنروح نخطب نبيله، ده طبعا في الميعاد اللي حضرتك تحدديه. ومين قالك ان انا وافقت ولا قلت لك روح اخطب؟ الله، مش النهارده الصبح حضرتك قلتي ما يهمكيش غير راحتي وسعادتي وانا انا ما قلتش ان انا موافقه، وما قلتش ان هروح عند رمزيه جلابيه اطلب منها النسب الشريف. يعني ايه يا امي؟ يعني هتطلعيني عيل وكذاب كمان؟ والله مش مسؤوليتي، انا ما قلتلكش روح قول الكلام ده. وانا جبت حاجه من عندي يا امي؟ احنا مش قلنا الكلام ده الصبح. ايه يا امي؟ انت بتلعبي بيا ولا ايه؟ اسمعي يا امي، انا طول عمري تحت رجليكي، تحت طوعك واوامرك في كل حاجه، لكن تلعبي بيا لا. يعني ايه؟ عايز تقول ايه؟ عايز اقول يا امي ان طول السنين اللي فاتت دي انا مش عايز ازعلك، مش عايز اخد اي خطوه الا برضاكي، مع اني معايا قرش يا امي واقدر اتجوز ان شاء الله في السر، لكن مش عايز ازعلك. النهارده يا امي انا اديت كلمه وما اديتهاش الا لما رضيتي. اذا كنت عايزه ترجعي فيها يا امي انا بقى مش هرجع فيها. ست بوريات. ايوه ست بوريات، تعملها وقت الصحاب ورا البيبان. خير يا ست سراي، انت بتزعقي كده ليه؟ والنبي ما يعملوها ويخيلوا. اسمعي يا اختي انت وبنتك، لو ما بطلتوش ترموا حبالكم على ابني هتشوفوا مني اللي عمركم ما شفتوه. انتوا تسيبوا الواد في حاله. عيب الكلام ده يا ست سراي، بنت نبيله عامله زي القطه المغمضه، لا بترمي حبالها على حد ولا تعرف الكلام ده خالص. لا يا حبيبتي، خالتي اللي ليها في الحاجات دي. اسمعي بقى، سهواجتك دي مش هتخيل عليا، كانت خالت عليا زمان لما اختك اجرت الواد عشان يضربني وميه النار في وشي. واد البت اهي طلع خالتها ما شاء الله،
واختك جريت وعملت البدع عشان تاخد ابن عمي اللي كان خاطبني وبيحبني، وسبتهولها سبتهولها بمزاجي، لكن ابن البكري لا، ده انا اروح فيه كله مان. شوفي يا ست اسرائيل، اختي الله يرحمها ما اجرتش حد عشان يضربك في وشك بميه النار. الواد هو اللي عمل كده من نفسه، وانا قلت لك الحكايه دي 100 مره. وبعدين اترحمي على الاموات، واذا كان على ابنك فهو اللي بيجري ورا بنتي ومتمسك بيها، وانا بنتي بقى لا بتهش ولا بتنش. يمين بالله العظيم ثلاثه، لما بعدتوا عن ابني لا ترفعها فوق دماغكم، واديني بحذركم اهو، انتوا حرين. ماما انا خلاص مش عايزه اتجوز رياض. انت كده هتخسري ابنك، مادام وقف قدامك يبقى خلاص لازم انت تنخي شويه عشان تحافظي على ضناكي. والا نخي بعد ما اروح ابهدله وهدده تقولي نخي؟ انت المره دي تسمعي كلامي وتبطلي العند بتاعك ده، ما انا عارفاكي من صغرك عناديه، مفيش حاجه بتركب في راسك الا اللي انت عايزاه، بس المره دي لا، ده ضناكي ضناكي، ولو ضاع منك يبقى عليه العوض، مراته هتاخده وبعد منه بقى اولاده. وحليني حليني على بال ما يفتكر ان ليه امه ويرجع لها. اهي حدتك وعن جهيتك دي يا سرية هتفض ولادك من حواليكي، وزي ما انفصلنا من 5 سنين بسببها، ولادك واحد ورا التاني هيتفشوا منك برضو بسببها.